السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عبد السلام، وحياكم الله مرة ثانية. لا، العالم مرعب، عالم مخيف، عالم الكثير منا يروح بس ما يرجع، يختفي. بعضهم قالوا صاروا ويبس، بعضهم قالوا، ولا سامح الله، يعني هذول اللي وضعهم مأساوي مرة، اللي ما لهم أمل يرجعون، شروا بادي بيلوز. هذولا احنا بنروح لعالم الأنمي. اوكي، بقدم الانترو هذه، حبيت بس اقولها. حياك مره ثانيه سلسله الرعب الحقيقي. من زمان ما سويت عنه. عندي لعبتين بخاطري، واحده بصورها اليوم اللي هي الان اللي بتشوفونها، والثانيه اللي هي نيكوبارا بارت 2. فنشوف عده نيكوبارا، بس حاليا الحين في احد التختيمات اللي سويتها بالقناه اللي انا متفاجئ انها يعني نجحت. يعني لو اكون صريح معكم، هي احد الاشياء اللي انا يعني ختمتها، وزي ما تقول يعني تفاجأت ان نجحت، تفاجأت انه في ناس يعني اندمجوا ويبغونه. كانت دانجر رامبا، سويت 1 و 2 و 3. ما سويت حقت البنت ديك، حقت اخت مومانك، شو اسمه، اخت مكوتو، لانها كانت سيئه. بس تذكرت انه قبل اصدار السنه اللي راحت اعلنوا عن دانجر رامبا باختصار سلايس اوف لايف ميني جيم، شوف شخصيات كلام مع بعض، وجت الحين على 4. هذه وفي اشياء هنا يعني باللعبه شكلها من كذا، انا ناظم النظره اوليه، يعني في شيء جذبتني، ما ادري وش، بس ما ادري اذا انتم قدرتوا تلاحظونه، ارجوكم ساعدوني، انا ما ادري، بس في شيء جذبني بهالصوره ذي. اوكي، بدون ما نطول نقول بسم الله. قلت لك في اشياء جذبتني بس ما اقدر احط اصبعي عاليه، ما ادري وراه. فطبعا ترى داخل هنا مره اعمى، انا ما اعرف اي شيء، حتى ما شفت انا اي مقاطع. زي ما تقول تعرف اللي نزلت طنشته، ما ودي ادري. فجاه لما ادري حرفيا وقت اليوم 5 ودخلت على ستور على اساس اني بحمل لعبه، فجاه لقيت نازله، قلت اوكي جبه. بليز ادجست ذا سيتنجز. اوكي، انجلش اكيد. ماركوما يعجبني، حطه بصوت ماركوما بس ما يمديك تغيره. اوكي اوكي دانجر رام. لحظة، أنا حاط إنجليزي، أروح أقرب على ياباني. Hey, can you hear me? هذا ناجيتو، البداية حق دانجر رامبا 2. غيروا اللبس لو تشوفه. You seem pretty out of it. To be honest, I'm also... No, everyone else feels the same too. Since we suddenly got put in this weird situation. Hey. Are you listening? إذا كده لعب الحين ناقي، مو بناقي، هذا ناقيته. هاجمي. Come on, pick your butt up. We're excited. غيروا الكلام. أنا بعد يقول الوضع غريب وكذا. بس زي بتقول هذه يعني زي بتقول alternate. تقدر نجي هوبس. هذه أخت ناق مكورو. بس ايش جابه هنا؟ يا لان هي مب اولتيميت. شكلهم بس ما جابوهم يعني شو اسمه فويس لاينز كاملات. جا مرت سنه كامله، جا ما جت السنه اللي خربت الدنيا بالنسبه لهم. شكلهم هم بيسوون مخيم بالصيف، انا اقدر اصدق ليه. بس ودي اعرف هل بيجيبوا كل الشخصيات، لان في شخصيات ماتوا، في شخصيات حتى بعد ما شفناهم باللعبه خير شر، زي اخت جونكو مكورو ايكوسابا، ذكرت اسمه الحين. ليون وايوشينا، هذه المغنية نسيت اسمها، اي سايكا. اوكي، تقول في ناس يعني ما لعبوا دانجاراما بس شافوا الانمي، هذول ما لهم عذر، لعبوا اللعبة. يا هذا نسيت انه شو دبي. ايه هو قص شعره. Come on.
وش جابوا البزران بعد؟ لأن البزران بالقصة حقت أتشلون أنا ورجعت أسأل. لأن أحسن المفروض ما أبدأ أسأل. لأن كل هذه يعني زي تقول الأشياء الشينة ما صارت. إيه أحسن بنت بدانجرام لا ثاني أحسن بنت بدانجرام بتو. بس بيعرف وين يدخل ماركوما. ماركا بيرز جو. هذا وجهة الأغنية الراب. بس شيء حلو انهم يعني شلون نزلوا وسعره الحمد لله رخيص قالوا هاي اذا انت فان بوي اشترى. هذي امه. هي مين بامه صح؟ ظهرنا ام والله نسيت الشخص. انا بس في شيء بهاجم بدي اعرفه هل هم بيجيبونه يوم طلع شعره وطلع شكله الصدقي. بس شعور غريب يا اخي تشوف شخصية تتكلمون على اساس انهم اخوة يا ما يبون يذبحون بعض. تقرب في 3 يا انا احب اللعبة. انا محتار اتوقع لو قلت لي اختار واحدة بينهن اللي هي كايتو موموتو لومينري اوف ذا ستارز. انا محتار بس لانه لو في لعبه دانجا رامبا واحده يعني احبها يمكن اختار 3 لان 3 على الاقل اهون بالميني جيمز لان الميني جيمز حق دانجا رامبا 2 1 كان زباله. جونتا كيسا يطرح نفسه مين بقى؟ انا اتوقع حجاب باقي ذاك حق التنس الطباخ هذه هي جت هذه جونك لا اشوف الحبوب اللي على وجهها هذه اخته يب موكرو يب ام جو كلهم هنا شهوري احسن بنت ما عليكم اي واحد يقولك شيء ترى كذاب لا تصدقونه لا في شيء واحد شين اقدر اقوله الان باللعبه احسن بشكل ما اضافه فويس لاينز جدد فاحس ان فهذه زي ما تقول احسن شيء تقول وراك طبت بخلته علينا يعني بدي اشوفهم مره ثانيه رقم الممثلين يجيبون مره ثانيه مثل صوتهم بس بنفس الوقت اللعبه سووا معك كورونا فيمكن صار صعب ده شكل ما جا كذا بيسوونه هجد بيخلونك تعيش ب VR اوكي ستارتنج بي سي فيرجن 2 دانجرامبا اس التيميت سمر كامب يجيبون اللعبة جوا لعبة بس سؤال من يمكن الشخصية الرئيسية هنا لان حرفيا في ثلاث شخصيات رئيسيين اربعة تقدر تقول هاجمي مكورو شوي مو شويتشي نسيت اسمه ذاك هو البنت من في 3 خمسة كومور موجودة بعد شابر واك شكلهم استخدموا نفس البيئة حق دانجا رامبا 2 هذه احسن بنت بدانجا رامبا 2 اوكي كريت جت هي مره ثانيه صغيره اجل هي جت هنا وهي صغيره ما جابوا هي كبيره عشان ما تسوي المود الكامل ذو ابي اشوف الاثنين يتضربون
I'm a little worried. احسنهم الحين بدأوا اذا بيقولون ما الحين شرح يقولون يا اخوي انت بس قليها انت وامش يعني لا تعقد السالفة. بس الوحيد اللي غبن بموكرو لقيتهم جابوا شكل الصدقي بدل ما جابوا بشكل جونكو وجابوا جونكو الاساسية هنا فهذه هي اللي انا منقهر منه شوي. هذه لو اقدر لو ابي انتقد اقدر بس هذا كثير حيوان. لا لعبه رخيصه مسوينها على شكل انت فان بوي. هوب فراغ ياب همان بدا بدانجر رامبا 2 قال قو صداقاتك وخذ الهوب فراغمنت نفس الكلام هنا فشكلهم يبونك تقوي علاقتك مع اخوياك كذا. فراغمنت ان نو تايم جست انسل يعني بخصوص بس اقعد تمشى معهم وكذا والعب. ما انا ما منعهن هالاشياء هذي لان احد الاشياء كنت سويتها دائما كل ما خلصت انقران بروح اسوي الاشياء الفرعية اللي يقوي السوشيال لينكس وكذا نفس الكلام مع برسونا. مونك اب وانت اسم جينش توي ماكت اوكي هذا شكلهم يعني بقوة يطلعون مكان جديد تستكشفه لازم تجمعهم. الغريب ان الانترو شوي طويلة. خلينا نتوقع بيجيبون الرسمة ذيك حق دانجرامبا 2 الانترو. استحضر شخصية دانجرامبا 1 و 2 موجودين كيف كثرتهم؟ لو انهم هم صدق يبون يعني يخلون اللعبة تمشي يخلونك انت تسوي شخصيتك. هذول جدد ياب هذول اماكن جديدة. اي في اماكن جديدة الهوت سبرينج واللي تو والطريق هذا جديد. ياب شكل ما جاب يدونهم الحين بيروحوا للبحر على طول. لعبة الار بي جي اللي جابوه. ذي قصته يوم طلعت باللعبة. بوف يا ساتر. يا ساتر يوم طلعت قصته. جاء. جاء اكيد هو دائما بيجي وبيخرب علينا. دايمًا بيجي هو اللي طلع الوحوش اكيد. بس غريب معقولة ما قدروا يخلون الممثل الاساسي يمثل يقول الانترو. جاكم الحين الحين لان انا شفت اتذكر باحد العاب دانجرامبا في 3 كانت ار بي جي لعبه فشكلهم هم جمعوا كل الميني جيمز كذا اللي برا اللعبه الاساسيه وخلوك تلعبها. اوكي بوي انتربشن اكزام اوكي توتوريال يب اي عارف لعبت الار بي جي ذيك. اوكي سكيل ويش تعرف شفت اويكن ارمس باور اوكي
وش ارمس باور؟ ارمس باور الترا ماجيك بيرير. هل تسوي ارمس باور مرة ثانية؟ ف جالفست يوز بيرير. الدرع اوكي قاعد نفسك باف. اوكي يعني ار بي جي عادية بس اتمنى ما تصير يعني تعجيزية. شوف شلون حركة حلوة انك انت يجي يرتفع ليفلك حتى بعد لو تدمجت، يعني مو بلازم تفوز، يعني كل نهاية الدور يعطونك ليفل. اوكي هذي حلوة. يلا 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 بس بس معينا اصبر. وش يأويكن 50%؟ ايس فريز سيف انفلونس. اوكي يا اوكي، يعني احسن ان الهدف مو بالار بي جي، احسن هدف انك يعني تلعب العاب الثانيه مو بالار بي جي. بس يجمع عقل اسلوب كتابه الشخصيات يعني لا زال يعني على على اساسياتهم. يس انديد. اوكي اجل الحين عندنا ار بي جي لازم نلعبه. بس شلون هل وانا امشي يعني كان زي دانجرام بتو يوم تمشي يوم تمشي بهاجمي فجاه ببدا حارب. الشخصية الوحيدة بس إلى الآن ما طلعت جونكو، هي الوحيدة اللي ما طلعت. أوكي هذا البوسز. هذا شكله لا تقول في بوس مع كل نهاية كذا لازم أحاربه. أو أوكي من أبو الهيدي. هذه البنت اللي انتهت قصتها وطارت للسماء. الحين قام يتهاوشون على الباوند. اوكي لا هم الحين بيعاقبونه العكس الحين. الغريب ان الانترو شوي يعني شوف الحين مشينا بالفيديو الحين يعني 18 دقيقة وشوي ولا زالت يعني مستمرة. اجل ياب ما في بانشمنت هنا. الحين بعد شفتوا قال ما احنا قاعدين نعاقبكم فخلاص. عشان كذا شالوا سالفة البانشمنت من اللعبة بشكل كامل. خلينا نسوي برسونا على نظام داك الرامبا. انا ودي اعرف بس كم واحد مستعد يدفع يعني 250 ريال بس عشان مثلا لعبة برسونا بس تتمشى مع الشخصيات. انا بدفع علمكم من الحين. اوكي اوكي ادي اعرف هل هي عندك ساحة تمشي عالية ولا يعني شلون يعني مثلا تتمشى براحتك ولا زي المونوبولي تلعبه.
الصراحة شوف شوف حد مهتم لهم، أنا مهتم هالكلام ده، أنا مهتم بس أبي أعرف شلون الشخصية تعملون مع بعض بس. تلو وكل العصا. كل واحد لما كل العصا. حلو، وشو بنوصل حنا للصورة حقت اللعبة؟ هذا اللي ودي أعرفه. الصورة اللي شفناها حنا بالمقدمة. متى بنوصل؟ أنا بس أبي أعرف. أوكي شكلهم سمعوني. Sound design is fully customizable. Pick whatever you like. Okay. أحب الدقة. أحب الموسيقى. على طول بدينا. اوكي هي جت على طول. فان سيرفس الف. وهي انا ماني مشتكي. يعني هم سووا هم اصلا بعد دانجران بتوب المقدمه. انا سين تشيدوري. ايه عارف ليش تشيدوري من معهم. ما عندك طاقة. اوكي. انا اللي ما يعرف ترى تشيدوري تطلع بدانجرامبا 1 انه ولد اصلا. ليت شوف شلون هذا لابس الابيض وهذاك لابس الاسود، ليتهم لبسوا يعني نفس اللبس. ومع ذلك لخبطونهم. ساتر يا اي اعتقد كذا المفروض نوقف الفيديو صح؟ شاكم باللعبة بس اشوف 10 من 10 ما ادري ليه. اوكي This mode, you spend 15 days on Jabberwock Island as a character of your choice. Oh, أقدر أختار شخصية. Okay. There are 6 islands. Each equipped with one phone when you visit. Okay. Okay, فهمت. However, the bridge used to travel and blocked off by the boss. The boss beast is extremely powerful, so it's recommended that you obtain the grimoire first. Said grimoire can be found. آها جاي يعني استكشف بتلقى الايتم. Okay. Okay, welcome. Ah, I can choose. Huh. مين ناخذ؟ عطني مكورو لأنه هو اللي بدأ من دانجرامبا 1. Okay, إيه. Yes. How exactly I'm supposed to... Okay. زي اللعبة اللي بذيك الميني جيم. Okay. Okay, لازم اروح هناك. It's in the grimoire. Okay. اجل المربعات الحمراء هي اللي القتال. وهنا اشتري. Okay. Okay, دايس. أربعة حلو. أقدر الحين أمساكر إذا بغيت. خل نروح. يمكن يجيني يعني شو اسمه. أوكي يعني تساكر يصير دبل موف كارد. أوكي. أعتقد بتطلب معي تقاتل. محطوط لقتال مانيول يعني. مانيول انا بختار انا.
اوكي واو كجل كين الرين ابتين 100 جابا كوين اوكي اوه لا ما حد رجعني بالمقدمة وش تسوي بطايق دبل موف كارد اوكي عطني اياه هذا واحد نايس خمسة مشكلة كل اللي هنا يعني اقدر اجي هنا اخذ بطاقة اوكي اقدر اجي هناك اقوي نفسي اذا بغيت لا 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 اصبر هنا والله انا قاعد افكر في هالامر ذا خليت اخذ لفه كامله اه اثنين بس تعال هنا حق ودي اشوف ذاك المربع اللي على علامة يدين قبل ما تنكو عاد حاولوا مانيول قصدي اوتو خلهم يقاتلونهم احسن واحد بس اللي انا احسن اللي بي يعني ما انا بحابه كثير الار بي جي اوكي وش البطاقة؟ دبل موف كارد نفس الشيء اربعة اوكي حتى بعد ما انا قادر اجي هنا لا ما بيجي هنا ابي ادخل المشكلة ما يمديني مثلا احدد لازم اروح لما المكان محددينهم فهمت علي؟ اوكي والله انا اللي حسيت ذا المكان ذا اوكي ثانك يو توداي يو تو ام جريت اوكي جو شكله يعني بد بين تون فيفر سم ميل ديجنريتس اوكي النيو اكيدو اللي تحسب ان هذا هو اللي ان النيو اكيدو يصب قتال انه هو يكره انه وشكله هي تكره رجال بس ما تدري مدربه رجال اوكي سبند النيو اكيدو تو ميلز تو از ويل اي سي ذا اتش اي يس جت باس از ا جنتلمان بياكي اند جست اس جست Ouch. In other words, same confirmation must first become equals. Degenerate males. Hey. Hey. Kimari. That's right. Many Kimari said. 3 points. Naturally. سات اللي ذا اللي قلد بياكي درج قلد يعجبني شلون هو أكثر واحد إمباستر يعرف يقلد شخصياته هو دبي وشلون. Okay. Okay. يلا 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 بسم الله. Whoop. أربعة ثواني ما أقدر أكنسل لا ما بيجي هناك أنا طب ما مدينا أمشي هنا ولا لازم أمشي على العدد المعين احسني بموت ياب شكلي بموت انا اوكي لا 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 مو طيبه
اوكي لا 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 اوب فزت اكيد احسن واحد انا اوكي ثلاثة نايس وصلت عطني هذا الجريموار او في ريدي ليتس جو انا ما ادري اذا انا جاهز صراحه تريبل موف ستة هذيك ستة دبل اوكي وش في هناك بالاخر شيء تم التحقيق دي ريفايف كارد ما ادري شو تسوي شو تسوي ريفايف كاركتر اوكي المشكله الحين ما عندي شخصيه واحده بس في شكله بس لازم يصير جرايند قول بسم الله اذا مت عند البوس عاد انا شكلي بوقف التصوير اوكي اوكي تاكس تسممت تاكس يايكس لازم اعمل بطاقتي بعد يعجبني ما في اوتو على طول يخلونك انت تكمل خلني اعمل بطاقتي اوكي هذه خذ ثلاث عشان السم اويك 50% سيري بموت انا يب مت اقدر استخدم بطاقة هذه اللي تعجب فرصة ثانية لي ممتاز أظل الله سوى الحركة دي بس ببرسونا يا فزت تايجر سكرول Okay, by obtaining the tiger, you were able to defeat the monobeast tiger. That, okay. To grow an even faster pace. Okay. Oh. Okay. كجل يعني الحين لازم نروح القرية الثانية عشان 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 نتطور أصح. اوكي جاء فرصة يعطوني بوف خلنا نشوف ايش بذا الصندوق لا ابي اروح هناك اللعبة شكلها مخليتني احس هذي غبية شوي باللعبة احس اكثر الناس اللي جايين لما يبون يتوقع مثلا يعني سلايس اوف لايف دانجا رامبا يعني بينقهرون شوي من الار بي جي او ليت بيقدرون مثلا يخلونه سهله. اوكي. بلوب ثاني. مره ثانيه. ليش سرقوا فلوسي؟ حيوانات. الحين جتني واحد طقطقون تو لا انسى تجيك واحد الحين لا وش بيسوون بعد بيسرقون مني فلوس الحين دي سي اوكي
بس اه اوكي كفو يعطي ابو بطاقة هي زين. اوكي مرة ثانية بسم الله. نايس. شوف الصندوق. سبشن كارد دبل سكوير. واخر ون موف. خلنا نلعب بطاقة. وش تسوي ديسبشن؟ جمب تو ديستنيشن ذير ازن. اوكي دبل سكوير كارد وش تسوي؟ دبل ذا افكت اوف ذا نكست سكوير. اوكي ستة يعني اقدر اجي هنا اجمع بوكي كاقل يجيني شوية بوف لأي ستارس. اوكي خل اللعبة هي تلعب نفسها. الأشياء البسيطة يعني يسوي سكيب للقتالات مو بلازم تقاتلهن. اوكي ما بلعب دبل موف. ستة حلو خلنا نطلع. الموسيقى دي تخليني ارجع العب الحين دانجا رامبا. اوكي خلنا نلعب نوب. لا ابغى بالبطايق. لا 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 خروح هناك. ولا لا خروح هنا. خروح راندوم ايفنت مع شخصيات. ما شاء الله عليكم كورو. ايه فرا وين ذك يا جحا. اوكي ايش الغريب ان جابوا يعني كذا الاخت وشلون هي مصدمه عشان تتكلم بس ما اتذكر كانت كذا باللعبه. طاقة كانت عادية يعني. فكذا ليش انا حبيت ليش انا حبيت قصة كومارو اخت ميكوتو لانه تشوف العالم هو يتدمر بعين واحد يعني عادي. Maybe I should talk to another lucky person. I'm like my sister's here. I'll talk to her. Who knows about the two? Hajime. Oh, لا. نسيت ولا صح نسيت. ناقته صح الالتيميت لاكي. لأنه مو بيقول جوه مرض براسه وواحد اختفوا. على فكرة ترى اسمه الكامل ناجي توناكيتو كوميدا هو ميكوتو نايجي مقلوب بس حتى بعد تصميمهم لو تشوف ترى مقلوب عكس بعض. القضية الخامسة بدانجرامبا 2 كانت ممتازة. دائما القضية الخامسة بأجزاء الألعاب دي دائما هي الممتازة. اوكي اتوقع حوقف هنا مقطع. يعطيكم ألف ألف عافية على المشاهدة. هذه كانت مو زي عادة الرعب الحقيقي اللي حنا نشوفه بس اذا بتقول هذا الرعب حقيقي على الطقطقه كذا شوي. فهذا هو كان دانجرامبا سوبر سمر كامب. اذا تحب دانجرامبا اتوقع انه بتعجبك وبعد ترى 20 دولار فيعني زي ما قلت اذا انت فان بوي دانجرامبا بتعجبك. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. كم اخوكم عبد السلام.